بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية سنة تالتة ابتدائي. نستأنف مع الصفحة رقم 104. 104. المقصود 104. 104. رأينا 100. 101. 102. 103. 104. Nous prenons le début de la page. نأخذ أول صفحة كما نرى. Comme nous le voyons, on a réinvestir. Réinvestir. فعل investir يعني استثمار، ومنها l'investissement. هاد الكلمة تعني الاستثمار، يعني أنك تودع أموالك في مشروع ما بغرض الربح، بغرض جلب ربح. هنا نفس الشيء، كأننا سنستعمل المعلومات التي عندنا من أجل اكتساب معلومات جديدة. إذن طبعا عندنا réinvestir، كما نتكلم عن إعادة الاستثمار. Le premier paragraphe. Je lis un nouveau texte. أنا أقرأ نصا جديدا. Je lis, c'est le verbe lire, un nouveau texte, نصا جديدا. إذا النص الجديد هو هذا. L'hirondelle regarde le cèdre. L'hirondelle regarde le cèdre. إذا نتكلم عن الطائر. طائر سولونو. Regarde, c'est le verbe regarder. هذا فعل نظرة. L'hirondelle regarde le cèdre. طائر سولونو ينظر. شجرة الأرز. ثم لا في دو لارب إبال. إذن حياة الشجرة جميلة. لا في دو لارب إبال. حياة الشجرة جميلة. إذا قلنا لا في دو لارب ني با بال، المقصود أن حياة الشجرة ليست جميلة. هنا عندنا العكس. لا في دو لارب إبال. حياة الشجرة جميلة. ثم لو سيدر إي توجور أو ميم أندروا. Le cèdre est toujours au même endroit. شجرة الأرز est toujours. هي دائما. هي دائما. كما لو نقول تكون دائما. لا نتكلم عن الماضي بأن كانت دائما. بل نتكلم عن الحاضر. Le verbe être يعني تقريبا كان. هذا الفعل هو في الحاضر الآن. Le cèdre est toujours au même endroit. شجرة الأرز هي دائما كما لو نقول بمعنى آخر. Au même endroit. في نفس المكان. ثم عندنا il regarde la cigogne et l'hirondelle se déplacer dans le ciel. Il regarde la cigogne. Il regarde la cigogne et l'hirondelle se déplacer dans le ciel. إذن il regarde هو ينظر. طبعا نتكلم عن شجرة الأرز. في اللغة الفرنسية كما قلنا أنها تأتي مذكرة. إذن il regarde la cigogne كما لو نقول هو ينظر اللقلاق، المقصود أن شجرة الأرز تنظر اللقلاق إلي غوندال، وتنظر أيضا طائر سنونو. إيل غوغارد لا سيغون إلي غوندال، هي تنظر اللقلاق وتنظر أيضا طائر سنونو. سو ديبلاسي دون سيال، يتنقلان كما لو نقول. هنا كما لو نقول تنقل دون سيال في السماء، المقصود أن شجرة الأرز تنظر اللقلاق وطائر سنونو وهما يتنقلان في السماء. إذن il regarde la cigogne et les rondelles se déplacer dans le ciel. Il regarde la cigogne et les rondelles se déplacer dans le ciel. إذن هي تنظر اللقلاق وطائر سنونو يتنقلان في السماء. هنا عندنا تنقل في السماء. طبعا بقية العبارة هنا تفهم تبعا لأول العبارة. نبخنون لو دوزيام باراغراف. نأخذ الفقرة الثانية. جو ريبون او كيستيون. نبخنون لو دوزيام باراغراف. نأخذ الفقرة الثانية. جو ريبون او كيستيون. أنا أجيب للأسئلة. المقصود أنا أجيب عن الأسئلة. جو ريبون سي لو فيرب ريبوندر. سي لو فيرب ريبوندر. ومنها لا ريبونس يعني الإجابة. ريبوندر المقصود به أجابة. Je réponds, أنا أجيب. C'est le verbe répondre. هذا فعل أجابة. إذن, je réponds, أنا أجيب. Aux questions. عن الأسئلة. إذن, كما نرى عندنا سؤالين. On a deux questions. On a deux questions. عندنا سؤالين. La première question, comment est la vie du cèdre? Comment est la vie du cèdre? كيف هي حياة شجرة الأرز? Comment est la vie du cèdre? كيف هي حياة
شجرة الأرز كما رأينا في النص الصغير الذي قرأناه الآن. إذن على ضوئه سنجيب عن هذه الأسئلة. طبعا رأينا قبل قليل على عكس النص الذي رأيناه منذ وقت، نحن نتكلم عن النص الصغير الذي عندنا هنا، على ضوئه سنجيب على هذه الأسئلة. إذن كومون إلى في دي سادة، رأينا قبل قليل لا في دولار أبال، لا في دولار أبال. إذن سنقول هنا لا في دي سادة أبال. إذن حياة شجرة الأرز أنها جميلة. لا دوزيام كيسيون، كي سو ديبلاس دون لو سييل، كي سو ديبلاس دون لو سييل، من الذي يتنقل في السماء؟ طبعا عندنا لو فيرب سو ديبلاسي يعني تنقل، وليس فعل ديبلاسي. ديبلاسي يعني أنك أنت تنقل شيئا من مكان إلى مكان، ولكن من تنزيد هذا السو طبعا راه تتصرف. تتصرف مع جو تنقولو جو مو ديبلاس، تتصرف مع تو تنقولو تي تو ديبلاس، أنت تتنقل. هاد السو تتولي عندنا تو، نقول مع إيل أو مع آل أو مع أون تتعود الأصل ديالها، نقول إيل سو ديبلاس هو يتنقل، كما عندنا هنا كي سو ديبلاس الذي يتنقل، نتكلم عن شخص، نتكلم عن الغائب المفرد كي سو ديبلاس. إذا نقول إيل سو ديبلاس وبه آل سو ديبلاس هي تتنقل، أو نقول أون سو ديبلاس. أون سو ديبلاس يعني أن الناس تتنقل أو بعض الناس يتنقل إلى آخره. ثم هاد سو تصرف مع نو فتعطينا نو، نقول نو نو ديبلاسون، يعني نو الأولى للضمير، نو الثانية هي هاد سو نو نو ديبلاسون، نحن نتنقل. ثم مع فو تعطينا فو، فو فو ديبلاسي، فو الأولى هي ضمير، فو الثانية هي هاد سو أنها تصرف، أنها تقلب إلى فو مع فو طبعا. إذن فو فو ديبلاسي أنتم تتنقلون. إيل أفك أس، أل أفك أس، إيل سو ديبلاس، أل سو ديبلاس. إذن هم يتنقلون، هن يتنقلنا. طبعا سو أيضا تعود إلى أصلها مع إيل أفك أس ومع أل أفك أس. إذن نتكلم هنا عن لوفير سو ديبلاسي. إذن كي سو ديبلاس دون لو سييل، من الذي يتنقل في السماء؟ بيان سور سي سي لا سيغون إلي روندال، سو سون لا سيغون إلي روندال. إذن الذي يتنقل في السماء هم لا سيغون إلي روندال، هو اللقلاق وطائر السنونو. إذن نقول سو سون لا سيغون إلي روندال كي سو ديبلاس دون السيال. طبعا غنزيدو أو إن تي، طبعا في الجواب غنزيدو أو إن تي، لأننا تنتكلمو على لا سيغون إلي روندال، تنتكلمو على الجمع. طبعا في السؤال كأن الشخص لا يعرف، كأن الشخص لا يعرف، هو يطرح السؤال بصيغة المفرد الغائب، يقول كي سو ديبلاس، كي سو ديبلاس دون لو سييل، شكون اللي تيتنقل؟ إذا نتكلم عن شخص مثلا، كي سو ديبلاس دون لو سييل، شكون اللي تيتنقل في السماء؟ من الذي يتنقل في السماء؟ المقصود أنه يطير في السماء. طبعا التنقل في السماء لا يكون إلا عبر الطيران، إذن كأنه يقول من يطير في السماء. إذن كي سو ديبلاس دون لو سييل، إذن طبعا سنقول سو سون لا سيغون اي لي روندال كي سو ديبلاس دون لو سييل. نو برونو لو ترويزيام باراغراف، نأخذ الفقرة الثالثة. جو تروف لا ريبونس كي كونفيان، جو تروف لا ريبونس كي كونفيان، أنا أجد الجواب المناسب. طبعا نتكلم على لو فيرب كونفونير، كونفونير يعني ناسبة. جو تروف أنا أجد، طبعا عندنا لو فيرب تروفي يعني وجد، مثلا أنك تجد مفاتيح مثلا أو تجد شيئا ما. إذا جو تروف أنا أجد، لا ريبونس كي كونفيان، لا ريبونس كي كونفيان، أنا أجد الجواب الذي يناسب. إذا عندنا لو سيدا إتان أنيمال، النار أن ليفر، إسكو لو سيدا إتان أنيمال أو بيست النار أو بيست ليفر. إذا لا ريبونس، إذا هل شجرة الأرز هي حيوان أو شجرة أو كتاب؟ طبعا الجواب واضح، لو سيدا إتان أنيمال إتان نار أو بيان إتان ليفر أو أنها كتاب. إذا بيان سور لو سيدا إتان نار، لو سيدا إتان نار. أبخي هنا لي روندال إتون في
un gâteau, un oiseau. L'hirondelle. Est-ce que l'hirondelle est une fille, un gâteau, un oiseau? L'hirondelle, واش هو بنت, un gâteau, هو كعك أو كعكة, est un oiseau, est un oiseau, يعني هو طائر. طبعا الجواب, est un oiseau. إذا l'hirondelle est un oiseau. L'hirondelle هو طائر. Après on a le lac est rempli. Le lac est rempli. Le lac est rempli. إذا البحيرة هي ذات وكما نقول كائنة مملوءة. طبعا عندنا لو فيرب رومبليغ. عندنا لو فيرب رومبليغ فعل ملأ. أن تملأ شيئا آخر مثلا. جو رومبلي لو سو أن أملأ الدلو مثلا. ولكن هنا عندنا لو لاك إي رومبلي. إذا عندنا هنا البحيرة هي ذاتها البحيرة هي ذاتها كائنة رومبلي مملوءة. مملوءة بماذا؟ دولي. Est-ce que le lac est rempli d'eau lait? هل البحيرة مملوءة بالحليب؟ Ou bien est-ce que le lac est rempli d'eau? أو أن البحيرة مملوءة بالماء؟ Ou bien est-ce que le lac est rempli de terre? أو أن البحيرة مملوءة بالأرض أو بالتراب؟ Bien sûr le lac est rempli d'eau. Bien sûr le lac est rempli d'eau. البحيرة مملوءة بالماء. Pour le quatrième paragraphe, بالنسبة للفقرة الرابعة, je trouve les noms des oiseaux et je les recopie sur mon cahier. Il y en a trois. Je trouve les noms des oiseaux et je les recopie sur mon cahier. Il y en a trois. Je trouve les noms des oiseaux. أنا أجد أسماء الطيور. Et je les recopie وأنا أعيد نقلها sur mon cahier على دفتري. Il y en a trois. إذن حتى يؤكد لك كم هي؟ إذن عندنا ثلاثة أسماء. في هاد الكتابة الطويلة كما نرى عندنا ثلاثة أسماء طيور. إذن علينا أن نجد هاد الأسماء. Je retrouve les noms des oiseaux. Je retrouve les noms des oiseaux. أنا أعيد إيجادة كأنها موجودة وأنا أعيد فأجدها مرة أخرى. Je retrouve. ماشي je trouve. Je trouve يعني أنا أجد. Je retrouve. أنا أجد مرة أخرى. Les noms des oiseaux, أسماء الطيور. Et je les recopie sur mon cahier. وأنا أعيد نقلها. Je copie, أنا أنقل. Je recopie, أنا أعيد نقل. إذا عندنا لو فيرب recopier. يعني أنك تعيد نقل. يعني أنك تعيد كتابة شيء. Sur mon cahier, على دفتري. Je les recopie sur mon cahier. أنا أعيد نقلها على دفتري. كما نقول فوق دفتري. Il y en a trois. هناك منها ثلاثة. هاد اونلي عندنا هنا. هاد اونلي عندنا هنا. تتعوض لي نو دي زوازو. تتعوض لي نو دي زوازو. المقصود هنا. Il y a trois noms des oiseaux. Il y a trois noms des oiseaux. هناك ثلاثة أسماء طيور. إذن هاد ثلاثة أسماء طيور عوضنا بهاد اون. إذن هناك منها ثلاثة كما نقول il y en a trois. إذن كما نرى الكتابة الطويلة طبعا سأكتب أسماء هاد الطيور. سنبخنو لو ديرني باراغراف. إذا أخذنا الفقرة الأخيرة جيكري sur mon cahier. إذن علي أن أكتب هذه الكلمات على دفتري. J'écris sur mon cahier. إذن عندنا أولا سي. سي لاحظ الكتابة سي أن في حدود السطر الدقيق الأول سو نفس الشيء سو سي سو. طبعا سي سي عادة عندما يأتي بعد إي وعندما يأتي بعد أ أن تنطق مثل أس. إذن سي سو. ثم مثلا لا سيغون لا سيغون. إذن فلنحاول كتابة هد الكلمات. ثم عندنا ال 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 أن في حدود السطر الثالث الدقيق. ثم عندنا جي أن في حدود السطر الثاني السفلي. كما نقول أن في حدود ناقص اثنان يعني نتكلم عن السطر الثاني الدقيق في الأسفل تقريبا. ثم أو إن و أه بنفس الشكل مثل سي إي و أ
هي في حدود السطر الأول الدقيق. ثم عندنا بال بال بال. فلنلاحظ كتابة بي أنها تختلف عن آل. بي بي نقول بال. كتابة بي أنها تختلف عن كتابة آل بواحد زيادة. إذا نكتب بال كما لو نقول جميلة في حالة مذكر نقول بو أنه جميل. إذا عندنا أيضا إن إغوندال. إن إغوندال إذا نتكلم عن طائر السنونو. إن إغوندال. إن إغوندال. إذا نكتب بالقدر حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.